أستاذة سمية، يعني مشكلة الدواء ما زالت تتفاقم يوميا. طيب في حال تنفيذ إضراب الصيادلة، ما هي الأضرار المتوقعة على المواطن؟ هو في الحقيقة يعني مسألة الأدوية هي ليست لها شهر وإنما شهور. نحن في بالفعل يعني في كما ذكر التصريح في وضع كارثي. الآن الصيدليات أصبحت يعني هي متاجر أو بوتيكات للكوزمتيك وليست للأدوية للأسف الشديد. مسألة الإمدادات الطبية لديها مديونية على الحكومة بالمليارات بالمناسبة، لأن وزارة المالية لم تدفع لها كثير جدا من مستحقاتها. لكن خلينا نتحدث أيضا عن تركيبة الإمدادات الطبية. الإمدادات الطبية عندما أنشئت لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يستطيع القطاع الخاص استيرادها، وبالتالي توفير حتى لا يحدث شح بالنسبة للأدوية الخاصة بالذات للأمراض المزمنة ويعني الأمراض مثل السرطان، غسيل الكلى، الأمراض يعني التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر الإمداد لها بشكل مستمر وكبير لارتفاع تكلفتها. الآن الإمدادات الطبية دخلت في كل الأدوية، الآن فشلت في أن توفر هذه الأدوية، وبالتالي أنا أعتقد يعني من المهم جدا إعادة هيكلة الإمدادات الطبية بحيث أن تكون مسؤولة عن أنواع محددة من الأدوية وتستطيع أن توفرها من خلال الحكومة حتى لا تكون هنالك ديون متراكمة. طيب الوضع الآن الوضع الصيدلاني كارثي بالفعل. الآن بالفعل الأدوية أصبحت معدومة تماما من الأسواق. إذا نتحدث عن الأدوية المستوردة الآن غير موجودة طبعا، لأن حتى كمان الدواء من خلال شراء الدولار بالسعر سعر الجنيه المعوم أو الدولار أصبح لا فرق بين السوق الأسود والسوق الرسمي، وبالتالي أنا أعتقد سيكون هناك ارتفاع مخيف جدا في سعر الأدوية لنسبة لي الارتفاع الذي يتم في سعر الصرف والاستيراد سيكون صعب. بالنسبة للأدوية المحلية أيضا المصانع المحلية ستعاني من نفس المشكلة، لأنها تستورد المدخلات من الخارج، وبالتالي ستكون لدينا مشكلة كبيرة جدا في الأشهر القادمة. نتمنى أن تهتم الحكومة بهذه القضية الأساسية لأن كثير ما هي مسألة حياة وموت بالنسبة للمواطن، وبالتالي من المهم أن تهتم بتوفير الأدوية. وزير المالية تحدث عن أنه لن يكون مرتاح إلا بتوفير الخبز والوقود والدواء. في الآن في حراك يتم من السيد وزير المالية في عدد من الملفات، من المفترض أن يكون أولوية بالنسبة له مسألة ملف الدواء.